اهلا بكم من جديد، ونكمل في لازم نفهم قصه مياه السرب. ومعانا الست وفاء السعيد من البحيره من قريه الغرباوي بمركز المحموديه، عندها ابنها احمد عنده فشل كلوي وعنده ازمه كبيره جدا، وثلاث دكاتره متتاليين مستويات مختلفه قالوا ان السبب مياه السرب. ايه رايك؟ نطلع دلوقتي على غرباوي ونروح للدكاتره ديت. اهو انا بقى على الهوا دلوقتي، نطلع دلوقتي حالا ونروح للدكاتره دول ويقولوا لي ان الميه هي السبب في الفشل الكلوي ده. ماشي، انا مستعد. هنجيب الدكاتره دول. اوكي، هنجيب الاطباء دول. وعندكم حالات فشل كلوي كتير؟ وعندنا في دكتور عبد الله، في ناس بتغسل وفي ناس تعبان. كلمه بتغسل ديت يا دكتور بقت كتيره جدا، زي ما تقول لواحد مثلا ايه، واحد بيقابلك يقول لك انا بروح الجيم. ما في مصر دلوقتي كلمه سايبر. اصله بيغسل، اصل انا بغسل. طب قالك انا بالميه، او اصل انا رايح السايبر، اصل انا رايح اقعد على القهوه. بغسل ديت زمان كنا بنسمعها، يا نهار اسود ده بيغسل كده. والهيباتايتس نفس الفيروس اللي هو الكبد. شوف يا دكتور عبد الله، يعني انا من حيث المبدا هكدب ام احمد. انا ما بكدبهاش، انا بكدبها، انا ما بكدبهاش يا سيدي، انا بكدبها. هو حر بقى. خلاص انا هكدب وهي هتحملني. هتتحمل. وبكدب احمد ربنا يشفيه، وبكدب العزبه اسمها ايه، الغرباوي، الغرباوي في المحموديه، وبكدب البحيره. اطلع يا سيدي الفاضل ومن غير دكاتره بقى ومن غير حاجه على اي خزان فوق سطوح اي بيت بتتخزن فيه الميه مسافه الليل. دي مش مسؤوليه الشركه، وشوف فيه ايه، مسؤوليه السكان. ما يا سيدي انا مش بقول للشركه تنظف. لا 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 ده نقطة تانية خالص. انا بتكلم في قصة حضرتك ما انتظرتش. الرواسب اللي سابتها المية في الخزان يبقى ما بيشربوش اساسا، كانت في المية يبقى ما بيشربوش بقى. ايه امال ايه بالخزان؟ ايه حياة في البيت في العمارة اللي انا ساكن فيها؟ بالخزان، عندي خزان. وتعالى نشوف الخزان لما كان بتيجي الشركة بتاعة التنظيف بتاعة الخزان كانت بتطلع منه بلاوي شوائب نازلة من المية. صحيح صحيح، كل الكلام اللي بتقوله ده صحيح. طب اسمعوا، طب اسمعوا، احنا معانا عالم كبير جدا، معانا رمز كبير جدا في علم علم عالمي ودولي، الدكتور محمد غنيم. الخبير الدولي اللي محدش يقدر يتكلم معاه. مساء الخير يا دكتور. ايه بس لا يتكلم معايا وكل ما اقدرش اتكلم مع سيادتك يا فندم. دكتور دكتور، احنا بنناقش تاثير مياه الشرب في مصر على امراض على الكلى. ولازم حضرتك عارف ان مياه الشرب في مصر او مياه النيل ومياه وفروعه ملوثه تلويثا كاملا من الصناعه والزراعة والصرف الصحي. فكل هذه العوامل بتؤدي في الاخر ايه؟ ان لما بنيجي التنقية طبعا قبل ما تروح المواسير. فالمشكلة في الصرف ده بنحط كلور كتير، الترسيب يبقى سريع، الكلور يبقى كتير، والكلور نفسه هو مادة سامة جدا. مادة سامة الكلور الزائد في المايه ده ماده سامه للكبد والكلى وزي ما انت عاوز. كمان المشكله الثانيه في المواسير اللي بتوصل المايه من من محطات المعالجه الى البيوت، ودي كتير منها بفعل الزمن متآكل وفي تسريب. الحاجه الثالثه موضوع تخزين المياه في الخزانات فوق البيوت اللي هي الخزانات بينمو فيها. حضرتك تشوف اي خزان فوق البيت هتلاقيه مليان بفطر اخضر، وده كله بيروح في جسم الانسان بيسبب حاجات. الواضح ان في زياده واضحه في نسبه الاصابه امراض الكلى وامراض الكبد والفشل الكبدي والكلى، على الارجح ان هم باسباب بيئيه، وعلى الارجح ان من الاسباب القويه في من تلك الاسباب البيئيه هو تلوث البيئه. في عوامل اخرى لكن يعني دي مهمه جدا. دكتور غنيم، لو حطينا مياه الشرب ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى، بنرجح انها تؤدي الى الفشل الكلوي، نحطها في الترتيب فين في مصر؟ انا مستمع حضرتك كويس الحقيقه. لو حطينا حاله مياه الشرب من ضمن الاسباب التي تؤدي الى امراض الكلى، تبقى ترتيبها كام؟ نحطها في انهي ترتيب؟ قد يكون نمرة ثلاثة،
نمرة ثلاثة لأن في أسباب ثانية أقوى كتير أوي. نمرة ثلاثة، أشكرك جدا دكتور محمد غنيم الخبير الدولي طبعا اللي ما حدش بيتكلم عنه بعده، مش حد بيتكلم بعديه خالص طبعا. هو قال الراجل بكل وضوح قال على الارجح ما اكدش، بس هو وصف حاله الميه، مش الدكتور اللي هو شاف ابنها علاج من الميه. الدكتور غنيم الدكتور غنيم مش مسؤول عن المواسير، ايوه، ومش مسؤول عن الصرف الصحي ولا القصص ده. هو قال ان المواسير بيبقى فيها كذا، قال ان مياه النيل اللي حضرتك بتقول انها نقيه جدا ملوثه تلويثا كاملا، وهو مؤسس مركز المنصوره اللي هو اكبر مركز دولي. ما احنا ما بنشربش ميه نيل، امراض الكلى. نعم، احنا ما بنشربش ميه نيل، لا بنشرب ميه نيل، بتخش على المحطات بيحصل لها تنقيه بتتنقى. ما احنا اتكلمنا يعني على المحطات. المحطات ايه حضرتك بتقول محطات؟ طب اسمعوا اسمعوا، في مع حاجه مهمه معايا. ايوه فين المهندس ابراهيم؟ خبر خبر عاجل له علاقه بالحلقه جدا. مهندس ابراهيم محلب كان في اجتماع حالا وشاف تابع الحلقه بتاعتنا في لازم نفهم وقرر. والمهندس ابراهيم محلب على فكره وزير الاسكان من الناس اللي هم بيشتغلوا وبيشمروا، يعني انا رايي ان هو من افضل الوزراء المصريين الحاليين في الاداء، راجل بيشتغل ليل ونهار ونزيه. قال انه هيكلف جهاز تنظيم الصرف ومياه الشرب والصرف الصحي للانتقال غدا صباحا الى المناطق اللي احنا صورنا فيها والقرى اللي صورنا فيها لتحليل المياه والكشف عليها وتقييمها. يعني اعتقد ان احنا ممكن نكمل الاسبوع الجاي، يعني اعتقد ان احنا نكمل في مياه الشرب الاسبوع الجاي وهنشوف النتائج مع المهندس ابراهيم محلب. وانا بس عايز اسالك سؤال قبل ما اختم. واحد، ما دي جهه حكوميه برضه على فكره، تحت حل دي جهه حكوميه برضه. ما احنا هنشوف المهندس ابراهيم محلب. انا المهندس ابراهيم محلب انا واثق فيه. هسال حضرتك سؤال واحد. اتفضل. بس قبل ما نختم، هو لما مياه الشرب في مصر بتنزل من الحنفيه كويسه جدا، احنا ليه في كل اجتماعات مجلس الوزراء يحط قدامهم والوزراء والمسؤولين بيبقى قدامهم مياه معدنيه؟ خطأ ليه فادح. ما يحسش المواطن ان المياه دي حلوه يحطوا كوبايات مياه؟ خطأ فادح طبعا، يعني خطأ فادح طبعا. بس ده معناه ان الحكومه مش واثقه في مياه الحنفيه. مجالس الحكومه المياه مياه حنفيه. لا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد بكر والدكتور قبل عبد الله الاستاذ خير رمضان واقف ورايا اهو. بحترم الاستاذ خيري. انا عايز اقول حاجه بسرعه. واضح من الكلام ان الشركه بتسوق كويس، احنا مش عارفين نركب. وسؤال بريء جدا، احنا مش عارفين نتحكم، مش عارفين نشرب، مش عارفين نركب. سؤال بريء جدا، انا عندي ثلاثة. هل يا ترى في علاقة ما بين التلوث المتصاعد في مياه الشرب والنمو المتصاعد في عدد الشركات المعبئة للمياه؟ ده سؤال خطير ممكن نناقشه الحلقة الجاية. سؤال بريء. ام احمد نشكرك جدا، انت اتأخرتي بسبب الظروف الجوية، بس انت انا كنت سعيد جدا. انا برضه براجي ان بطلب برضه حاجة ل ابنك هيبقى زي الفل، ابنك هيتعالج يا رب يا رب ان شاء الله. باذن الله انسي الموضوع ده خالص خلاص ان شاء الله ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وشرفتينا ونورتينا وتعبناكي في المشوار الكبير جدا ده في الامطار. بشكر حضراتكم جدا، والاسبوع الجاي احتمال كبير ان احنا نكمل مع مياه الشرب في مصر، هيكون عندنا نتائج وتحاليل وغيره، واحتمال ننزل في التحدي ده مع بعض بالكاميرا حضرتك وحضرته ونجيب المياه ونشوفها مع بعض ونروح قريه ام احمد وكل القرى اللي احنا زرناها قبل كده ان شاء الله. اشكر حضراتكم جدا واسيبكم مع الزميل العزيز الاستاذ خير رمضان اللي انا خدت منه خمس دقائق تقريبا وانا بعتذر لكم، مع في حلقه جديده من ممكن، وهيكون معاه حوارين مهمين جدا مع الزميل الاستاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهوريه والشيخ ياسر برهان. صباح الخير.